عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كامل بخير ان شاء الله. قبل ما ندير الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى كاملين التزموا البيوت ديالكم، الله يخليكم. ما تخرجوش الا للضروره القصوى، لان داكشي اللي وقع البارح في طنجه شنقول لكم شي حاجه كارثيه كارثيه. انا من الناس اللي طلعوا السطح وداروا النشيد الوطني، وبكل صراحه كاينين اللي انتقدونا على هذا الفعل، وكاينين اللي شوفوا الاراء كتحترم، ولكن اقسم لكم يمينا انا بعد 5 ايام ما خرجتش من الدار نهائيا. الا بغيت شي حاجه كنسخر الاب ديالي ولا شي واحد. الاشياء اصلا ضروريه علاش كنخرجوا، الا ما احتاجنا شي حاجه في الماكله ولا في الدواء، هادشي علاش كنخرجوا، ما كنخرجوش نهائيا. مادام الدوله قررت هذا الحصار، الا هو خير لينا، لان هادشي اللي غادي فيه وهاد العدد اللي وصلنا ليه ديال الناس اللي مصابين، الله يحفظنا، الله يحط الباس، الله يلطف فينا ان شاء الله. هادشي كيخلع بصراحه، كيخلع او ميم طون كيفقص من الناس اللي اش نقول لكم. ما بغيتش صراحه ندوي في هذا الموضوع، بغيت نبقاو كاملين ان شاء الله متفائلين. ان شاء الله ربي غادي يشوف فينا ويرحمنا ان شاء الله، وهادشي كلشي يفوت، ولكن راه خاصنا حنا نلتزموا. الله يخليكم، لا ما نزيد نوصي، بقاو في ديوركم. ان شاء الله حتى يفوت هادشي وارا ما تخرجوا. بلا ما نزيد نطول اكثر، كيف ما شفتوا انا بغيت شويه نكسر داك الروتين ديال الخوف وديال سميتو. انا كنطلب منكم حاجه واحده، الدعاء، وقراوا القران حدكم باكين، واغتنموا الفرصه في اشياء اللي ما كنتوش كتقدروا ديروها في الاوقات اللي كنتو عاديه، كانت أو الاوقات كلها تقريبا عامره، وشي ديزاكتيفيتي ما كتقدروش ديروهم. مثلا اللي ما كانش كيدير المطالعه يدير هاد اليامات يقرا القران، اللي ما كيقدرش يهز القران يقرا هاد اليامات القران بزاف، يدعي الله. كنطلب اللي ما كيصليش يحاول انه هاد اليامات يصلي، يحاول ان الصلاه هي عماد الدين. مهم، انا كسرت الروتين ديالي اليوم باش غادي ندير لكم واحد التحليه خفيفه. بلا ما نزيد نطول اكثر، خليكم معايا حتى الاخير لا فيديو باش تشوفوا الطريقه. المهم البنات، ندوزو المكونات ديال الوصفه ديالنا اليوم. بالنسبه للبيمو تقدروا تاخذوا، انا كنستعمل هذا خديتو من بيم معروف. كاين اللي كيدير داك اوريو ولا ايو، ولا كاين اللي كيستعمل صابلي، المهم على حسب زعما كل واحد اشنو كيعجبو. دوزو على الكسيلا، غتشدو تهرمشو انا كما دابا نوريكم هذا المولجاني كبير، غندير غير واحد صغير منه. خديت هاد الحديده اللي كدير بها ليكيت، هي باش يجيني هذا الموصل، يجيني الدوره ديال هاد الكاب كيك صغيره، تشيز كيك بابا. المهم راه نتوما عارفين هاد اليامات اش واقع، الواحد يتلاها شويه باش ما يبقاش يخمم بزاف، ان بزاف الناس النفسيه ديالهم تدمرات. كيما قلت لكم واحد يتلاها شويه اليامات وشويه النفسيه ديالو ما تبقاش مطربق وشي ولا خايف وشي هذا مضطرب. بدلو شويه الجو بالماكله، ولكن ما تكثروش بالماكله. المهم غادي كما قلت لكم فرتت هذا البيمو. اي واحد راه كل واحد اش كيدير، كاين اللي كيدير اوريو، كاين اللي كيدير ايو بحال اوريو تقريبا، كاين اللي كيدير صابلي، المهم كل واحد اشنو. غادي نخليكم البنات حتى نسالي هذا الشيء باش بلا ما يجي الفيديو عاوتاني طويل بزاف، بما فرتتو نعاود نرجع لكم.
من بدات من بعد ما هرمشت البيروت ديالي كامل بحال هكذا، غادي نزيد عليه هذا الدناب اللي بغيتو تستعملوا، كاين اللي كيدير دانون، مهم هذا على حسب الاختيار. غادي نضيفو هنا نخلطوه مزيان ونوريكم النتيجه كي غادي ندير ليها. كما كتشوفوا جاهز مع بعضياتها، باش نكونو بها بحال ديك لاطاخت التحتانية. خليكم معايا. من بعد البنات ما خلطت هادشي، هاهو غادي نديرو في هاد المول ونبسطو. المهم خليكم معايا، خصو يجي مبسط مزيان، خلي واقف هو بسطو، يجي يعني مستوي كامل في المول ديالنا. غادي ندخلوه للثلاجه حتى يبرد ويتماسك مزيان، ونعاود نرجع لكم نوجدوا الحشوه الثانيه. غادي ندوزو دابا المكونات ديال الحشوه الثانيه او الطبق الثاني من هاد التحليه. غادي نحتاجو نص كاطو ديال الحليب، غادي نديرو فيه جوج معالق ديال السنينة، شوفو السنينة المعلقة الأولى ثم المعلقة الثانية، وجوج معالق ديال النشا أو مازينة، وغادي نستعملو فلون. كل واحد يختار النكهة اللي بغا، أنا غندير الفرايز، هادي كتعجبني الشي مي مصورش لينا داك النشا. غادي نديرو فلون، نأخذ هذا بلا سكر، هو اللي داكشي علاش حيت كنضيفو السكر، كاين واحد كبار كيكون فيهم ديجا السكر، هادو مسوسين. كما قلت لكم البنات اي نكهة بغيتو ديروها، شكلاط كراميل فاني بنان اللي حبيتو. اللي هو علو قرب ليكم تشوفوا ما حضرتو. المهم البنات كما كتشوفوا غادي نحرك فيكم حتى يعقد. اش ما بغيت نقول لكم بما عقد لينا الفلون، وهذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسمح لينا ويخلينا يحب هذا الباس ان شاء الله، ويبقى كلشي ان شاء الله تعاويد. حاولوا هاد الايامات البنات ما حدكم بالكم في الدار، تعطيو الوجه ديالكم واحد شويه الراحه، ما ديروا لينا ماكياج لا والو، حاولوا مثلا غير تعتنيو بيه وشعركم. راح ندير فيديوهات على العنايه بالشعر والعنايه بالوجه بالمواد الطبيعيه، حاولوا هاد الايامات ما حدكم بالكم حتى من الفرصه. بالنسبه للدراري حاولوا ديروا رياضه في الدار، عاونوا شويه الشام، خرجوا شويه الكوزينه نتوما، تعلموا ما فيها عيب، عاونوا والديكم عائلتكم. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم الصراحه. غادي نبقى نحرك في الفلون ديالي حتى كيما شفتوا راه درت فيه جوج معالق ديال النشا او ميزينا، درت فيه فلون ودرت فيه جوج معالق ديال السنينة وصرات ليه.
كاين اللي كيضيف لي شي دامون بنكهه مثلا ديال هذاك الفلون غتاخذ مثلا انا درت الفريز كياخذ فلون بنكهه الفريز فلون كياخذ فلون بنكهه الفريز وكيضيف عليه دامون بنكهه الفريز او كابانا بنكهه الفريز انا ما بركه عليا درت انا هذا الشيء كيما قلت ندير المهم من غادي قاد ليا غادي نخرجوا من الثلاجه لا بارتي الاولى اللي كنت درتها البنات بالديمو ودانو غادي نخرجها تكون ثلجت زعما شدات باقه غادي نزوقو بهاد الفريز وعاد نخوي عليها بالماء المهم خليكم معايا حتى لاخر لايف ديالي الفريز وجد ليا الفلون ديالي غادي غادي نخليه قرب لكم غادي نخليه حتى يشد الحراره ديال المهم البنات قلت لكم بالشكل النهائي ديال التحليه اللي صايبت اليوم كيجي الشكل غزال انا غنقطع قدامكم باش تشوفوها كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الناس اللي جداد يشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك شكرا لكم بزاف